وللمزيد من النقاش حول ما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة من إنجازات وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري، إذا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، بعد التحية دعنا نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، انعكاس حياة كريمة على الاقتصاد المصري، كيف رصدتوه؟ يعني خليني بس أبدأ من خلال متابعة التقرير اللي حضراتكم تفضلتوا به، إنه ما ذكرته الأمم المتحدة على منصتها أنها واحدة من أفضل الممارسات التي تصب بشكل كبير في مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام. من خلال هذا المنطلق يمكن الحديث عن ما حققته أو انعكاسات هذه المبادرة على الاقتصاد المصري بشكل عام، لأنها لم تهتم فقط أو لا يمكن أبدا اختزال ما حققته في مجرد أنها قامت بمجموعة من الخدمات بغرض تقليل الفجوة التنموية ما بين القرى والمراكز الأكثر فقرا إلى المستوى العام للدولة المصرية، إلا أنه الأمر يعني تم فيه ترتيب الأولويات بشكل منطقي، شمل الخدمات الأساسية للمواطنين سواء من توصيل المياه والغاز والكهرباء، وهذا له يعني اعتبار آخر غير تقليل الفجوة التنموية وغير فكرة الهجرة أو النزوح من الريف إلى العاصمة بحثا عن مصدر دخل أكبر أو بحثا عن مصدر استثماري، لكنه كمان وهذا يعني ينصب في الأمر الاقتصادي، هذا أو تقليل هذه الفجوة يصب بشكل كبير في تعميق معنى المواطنة للدولة المصرية، لأن معنى المواطنة هو عبارة عن أن المواطن يشعر أنه يحصل على ذات الخدمات التي يحصل عليها المواطن في أي منطقة من مناطق الدولة. وما نتائج الشعور بالمواطنة على الاقتصاد بالضبط. المصري، هذا هو السؤال بالضبط. هذا ينعكس بشكل كبير في كفاءة الإنتاج، لأنه كمان ودي النقطة الأخرى، أنه هذه المبادرة بعد تعزيز معنى المواطنة اهتمت ببناء الإنسان نفسه سواء فيما يتعلق بقدراته الصحية أو حتى قدراته التعليمية، وده واضح فيما يتعلق بمستوى الرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطن سواء بعدد المستشفيات أو الوحدات الصحية أو حتى المبادرات التي نفذت، وذات الأمر فيما يتعلق بالتعليم. يكون المواطن والعنصر البشري نفسه اللي هو وفقا للتداعيات الاقتصادية الحالية هو أهم عنصر من عناصر العملية الإنتاجية، كون العنصر البشري مؤهل من الناحية الصحية ومن الناحية التعليمية، فضلا عن إحساس المواطن بقدر كبير من المواطنة ورضاؤه بأنه يحصل على نفس الخدمات التي يحصل عليها المواطن الذي يقطن العاصمة، هذا ينصب بشكل كبير وأساسي في كفاءة عمليته الإنتاجية وفي أدائه في العمل. وطبعا كفاءة الإنتاج ده واحد من أهم العوامل التي يمكن أن تحل كافة المشكلات الاقتصادية. زيادة الإنتاج المحلي واحد من أهم الأسباب التي تقلل من معدلات التضخم، واحد من أهم الأسباب التي تقضي بشكل كبير على اضطرار الدولة ولجوءها إلى. وعندما يكون المواطن يحصل على التعليم الجيد، يعيش في سكن لائق، وفي نفس الوقت هناك رعاية صحية، إذن هو قادر على الإنتاج. بالضبط، ده واحد من أهم الأسباب اللي بتزيد من كفاءة العملية الإنتاجية الخاصة بالعنصر البشري. يمكن كمان آخذا في الاعتبار أنه مع ظهور مصطلح جديد للاقتصاد اسمه الاقتصاد أو الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد القائم على التكنولوجي، بتزداد أهمية مساهمة العنصر البشري في العملية الإنتاجية. أي عملية إنتاجية فيها أربعة عناصر للإنتاج، هي العمل ورأس المال والتنظيم والعنصر البشري نفسه. العنصر البشري مع ظهور هذه المصطلحات بدأ أنه يأخذ صفة أكبر، خصوصا في اقتصاد قائم على التكنولوجيا أكثر من الموارد الطبيعية أو ما تحويه الدولة من موارد طبيعية، وبالتالي أصبح هناك كمان تنافس ما بين الدول، من الدولة التي لديها موارد بشرية مؤهلة بشكل أكبر، علشان كده بنتكلم. نعم، لكن اسمح لي دكتور محمود أن أتوقف عند هذه النقطة. حضرتك بتتحدث عن التكنولوجيا وأن التكنولوجيا تزيد الحاجة إلى العنصر البشري، نريد أن نوضح هذه النقطة تحديدا، لأن ربما يأتي في الأذهان أن التكنولوجيا معناها استغناء عن العنصر البشري. على الإطلاق التكنولوجيا هي قائمة على العنصر البشري، لأن العنصر البشري هو القادر على خلق هذه التكنولوجيا وهو القادر أيضا على تشغيل هذه التكنولوجيا. أنا لا أتكلم عن زيادة العنصر البشري بالشكل المطلق، ولكن أتكلم عن عنصر بشري قادر على خلق التكنولوجيا، لأنه كمان
خلق عمليات التكنولوجيا هي واحد من الأمور التي تصنف الدول من حيث مدى ثروتها من الموارد البشرية أو هي فقيرة من الموارد البشرية. يمكن كان في منذ زمن بعيد كانت الدول تصنف من حيث ثرائها أو فقرها من حيث الموارد الطبيعية. الآن إلى حد كبير الوضع اختلف، لأن اقتصاد قائم على ما تحتويه الدولة من تكنولوجيا، فأصبح من الذي يدير هذه التكنولوجيا؟ من الذي يمكن أن يطور هذه التكنولوجيا؟ عنصر بشري مطور ومتعلم بشكل جيد حتى يستطيع أن يستخدم التكنولوجيا على أحسن قدر ممكن. بالضبط، هو ده المعنى الأساسي للعنصر البشري المؤهل الذي يستطيع أن يخلق ويطور، ليس فقط التكنولوجيا التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن تطويع هذه التكنولوجيا والتطوير عليها بالشكل الذي يمكن أن يخدم على اقتصاد الدولة بشكل أو بآخر. نعم. طيب حياة كريمة لم تتوقف فقط عند كونها هذه المبادرة، لكن هناك الكثير أيضا من المبادرات التي خرجت من تحت مظلة حياة كريمة. نعم. وبالتعاون مع حياة كريمة نريد أن أيضا نتحدث عن هذه الأمور. يعني زي ما حضرتك تفضلت، يمكن حياة كريمة وضعت الخطوط العريضة لأن لديها مجموعة من الأهداف الكبيرة جدا التي يعني حققتها. كان واحد من هذه الأهداف، يعني على سبيل المثال، واحد من هذه الأهداف هو تقليل الفجوة التنموية ما بين الريف والحضر. انبثق من خلال هذا الأمر خصوصا في محافظات الصعيد بعض المؤسسات التي تم إنشاؤها خصيصا لمعالجة هذه الفجوة التكنولوجية، على رأسها مثلا هيئة تنمية الصعيد وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تقليل الفجوة التنموية. أيضا هناك بعض المبادرات التي ظهرت تعني بشكل كبير فكرة التحول نحو الاقتصاد النظيف أو الاقتصاد الأخضر، وهو التحول عن المصادر التقليدية للطاقة للبحث عن مجموعة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تخدم أو تسير نحو فكرة التنمية المستدامة. كل هذه الأمور لولا وجود حياة كريمة ولولا وجود المشروعات سواء من خلال البنى التحتية التي أهلتها أو مدخلات الإنتاج أو حتى الفرص الاستثمارية التي خلقتها حياة كريمة، ما كان على الإطلاق أنه تظهر هذه المبادرات أو يكتب لها النجاح وتحقيق أهداف، لأنه في النهاية الفضل الأساسي يرجع إلى هذه المبادرة وما حققته من إنجازات. وهذه نقطة أيضا نريد أن نتوقف عندها دكتور محمود، وعذرا على المقاطعة، فكرة أن حياة كريمة وفرت البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات، يعني مهدت الطريق أيضا. نعم، هي التي وضعت البنية أو اللبنة الأساسية لهذه المشروعات، لأنه زي ما حضرتك تفضلت أن كل هذه المبادرات هي خرجت من عباءات أو تعمل تحت مظلة حياة كريمة. لأنه لو افترضنا أنه عدم وجود الإنجازات التي حققتها عن مبادرة حياة كريمة كان الأمر سوف يكون أكثر صعوبة، ولم تكن لهذه المبادرات أن تحقق هذه الإنجازات. يعني مثلا حينما نتحدث عن قدرة الاقتصاد المصري في الصمود أمام جائحتين جاءتا متتاليتين، الكوفيد ثم ما نتج عن التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية، الأزمات العالمية بشكل عام. نعم. نعم. المواد، خلينا نأخذ سلعة واحدة مثلا، المواد الغذائية تحديدا أو الزراعية. صحيح الدولة المصرية يعني أصابها التضخم نظرا لما أصاب العالم كله، لكنه الشاهد في هذا الأمر أنه لم نجد أن هناك سلعة معينة قد اختفت من السوق، وده أمر يعني يدركه المتابع وغير المتابع، القارئ وغير القارئ للتقارير الاقتصادية. لكنه السؤال الأهم، كيف استطاعت الدولة المصرية أن تصمد أمام هذه الجائحة؟ لماذا لم تختفي سلعة، خصوصا في جائحة، في قلب جائحة كورونا اللي العالم عاش فيها اقتصاد أقرب إلى الإغلاق، لم يكن هناك لفترة معينة لا تصدير ولا استيراد. كيف صمد الاقتصاد المصري أمام كل هذه الأمور؟ كيف استطاعت، يعني لو نتكلم مثلا عن قطاع السياحة، ولو قارنا حجم الوافدين أو حتى حجم الإيرادات المتولدة من قطاع السياحة من العام الحالي والعام الأسبق، حنجد أن هناك قفزات حدثت في هذا الإطار. يعني كل هذه القفزات أو هذا التطور شاركت فيه بنسبة كبيرة جدا ما حققته مبادرة حياة كريمة، سواء بشكل مباشر أو حتى بشكل غير مباشر. نعم. دكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المدخلة.